يعني الفرحة تاعنا اليوم ماشي ما كانتش بالفرحة يعني بالنتيجة كما كانت بالفرحة يعني بالمردود. الحمد لله يعني حنا نظن استفدنا من فئة تحت 19 سنة وفئة يعني 21 سنة بأكبر عدد من اللاعبين اللي راه لي بوفريك يعني تفرح بهم إن شاء الله. حققنا نقطة خارج الديار تعتبر نقطة بطعم الفوز، خاصة أننا حضرنا المقابلة بليزيسبوار وبليجينيور بعض من العناصر الذي تلعب سينيور. ان شاء الله احنا نبريباريو ماتش بار ماتش ان شاء الله باش نكملوا البطوله بكل نزاهه ان شاء الله، ورانا نبريباريو ان شاء الله الماتش تاع القبه وان شاء الله لي 3 بوين. لا كانت صعبه ضد فريق ويتسلي، فريق قوي، قدمنا اداء جيد وان شاء الله نوصلوا في هذا المنوال ان شاء الله.